لمتابعة ونقاش هذا الملف سينضم إلينا من بيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. السيد أيمن أهلا بك معنا دائما، تعطينا معلومات قيمة فيما يخص المعلومات. يعني لم نكن نعرف يوما أنه بمجرد نشر صورة لنا مع ذكر الموقع أنه عرضنا أنفسنا للخطر. يعني هل بالفعل حساسة لهذه الدرجة هذه المعلومة التي نعطيها؟ هلا شانتال، التليفون يلي نحن بايدنا بتابع الموقع لحتى يعطينا خدمه افضل. يعني مثلا اذا انت من التليفون عم تفتشي بالمحرك البحث جوجل عن اسم مطعم، فالهاتف المحمول يلي عنا بيقول انت باي منطقه تقريبا، وحتى لما تفتشي على اسم المطعم بيفرجيكي المطعم يلي بهيدي المنطقه او بهيدي المدينه اللي انت فيها، مش باسم مطعم موجود ببلد تاني يلي انت مانك عم تفتشي عليه. فهذا هيدي الميزات معموله لحتى تحسن خدمه، يعني خدمه استعمال هذا التليفون عن طريق الصور والبحث والاعلام الاجتماعي. هلا بس من جهه ثانيه كمان في موضوع سلبي، اللي هو هاي المعلومات اذا ما في وعي معين عند الاشخاص انه هيدي الصور وهيدي المعلومات عم تكون عم تتاخذ تلقائيا، ولما نحن ننشرها على المواقع الاجتماعيه عم ننشرها معها. يعني مثلا ما في وعي كافي انه لما ناخذ صور، نحن صور شخصيه او صور المحل اللي نحن فيه، الموقع تبع الصوره تلقائي موجود ضمن هذه الصوره، فنحن لما ننشرها على الانترنت بيبين الموقع وين. ففي كثير ناس ما عندها الوعي، فانا بدي انبه مثلا انه صور من البيت، مثلا صور من داخل البيت او من المنظر خارج البيت، حتى لو كل منظر حلو او في شيء موضوع لازم نحكي فيه، هيدي الصورة مع معلومات نحن بيتنا وينه، وعادة نحن بأي أوقات عم نطلع هول الصور، فيبين نحن بأي أوقات بالبيت نحن فيه. فلازم يكون في وعي شوي أكتر عن طريقة الاستماع. يعني بطبيعة الحال سيد أيمن، قبل النصائح عن الصورة مهم النصائح، أهم شيء في الموضوع هو أن ننصح المستخدم الليلة كيف يعطل هذه الخدمة أو إيقاف اللوكيشن ما نعرفه جيدا. لكن أود أن أعرف منك اليوم، الدراسة تؤكد أن الخطر يتخطى موضوع مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يحصل في العالم الافتراضي وينتقل إلى العالم الحقيقي. هل بالفعل اليوم اللص عندما يريد أن يقوم بجرمه يتعقب الإنسان أو أي شخص يريد سرقته؟ يعني إذا ما كان بالمنزل وضع صورة وهو في المطعم يذهب ويسرق في منزله، أو إذا أراد سرقته يتجه إلى هذا المكان اللي هو موجود فيه. هل بالفعل هذا الذي يحصل اليوم؟ أنا لأعمل توعية أكبر في الموضوع، لما أعطي ندوات يلي بعمله هو فرجيهم خريطة دبي وفرجيهم المعلومات اللي أنا بنشرها على الإنترنت، بيبين واضح كتير موقع الشغل وين، وبيبين موقع البيت وين والأوقات. فأنا بوضح لهم أنه الشخص يلي دايما بيضل يعطي على المواقع الاجتماعية معلومات كل يوم كل يوم كل يوم عن صور وفيديو محل هو وين، بيقدر الشخص يتبع، يقدر يعرف تفاصيل وين المنزل وين الشغل وبأي أوقات البيت أو أوقات بالشغل، يلي بيقدر يعمل مشاكل شوية أكتر للناس. يعني خاصة يعني هالمعلومات موجودة فيهم، يعرفوا السيارات شو هي، موضوع سرقة السيارات أو بيوت. ففي إذا هالمعلومات موجودة على الإنترنت ومتاحة، في الواحد يستعملها لحتى يعرف وين وكيف وبأي وقت يعمل سرقة معينة. هلا تحدث العرض الليلة سيد أيمن عن بعض الخطوات الكفيلة بتأمين سلامة وحماية خصوصية المستخدم، لكن اليوم مجرد تعطيل اللوكيشن على هاتفنا أو تعطيل هذه الخدمة، خدمة الموقع الجغرافي، هل تعتبر كافية أم أنه بإمكان من يريد الوصول إلى معلومات معينة بمجرد يعني وجود الهاتف في مكان ما؟ لا، أنا بطرحها على طريقتين، في طريقة نفسية وطريقة تقنية. بالطريقة النفسية هي بتيجي أول شيء، إذا في شك 1% إنه هيدي الصورة ما لازم تطلع أو هالمكان ما لازم حدا يعرف فيه من حدا معنا بالشغل أو حدا بالبيت أو حدا من الأصدقاء، يعني في شك 1% لازم الصورة أصلا ما تتاخذ، لأنه التليفون موجود معنا موصول على الإنترنت، في مجال يكون فيه شوية مشاكل أو كيف بده يوصل هالمعلومة تروح. فإذا في شك 1% من الأول ما لازم تتاخذ الصور، يعني هيدي على طريقة نفسية بالأول. بعدين في الطريقة التقنية اللي تفضلتي فيها قلتي عنا، كل التليفونات آيفون وسامسونج وغيرها فينا يعني نطفي هيدي الميزة من شان الموقع الجغرافي. إذا طفيناها على التليفون
ببين معنا نحن يعني هني التطبيقات اللي بنستعملها بيقولوا نحن انا عايز هيدي المعلومه بتعطيني اياها اما لا. هون بيكون الشخص اول شيء عنده وعي اكثر انه هيدا التطبيق عم يستعمل الموقع، ثاني شيء صار عنده الخيار انه انا مستعد اعطي هيدا التطبيق، مستعد يعني هيدي المعلومه بتهمني كثير لازم اعطيه اياها اما لا. فهيدا بيساعد شوي عن طريقه في الشق النفسي والشق التقني. لاحظنا سيد أيمن في الآونة الأخيرة أنه أكثر من تطبيق عندما يتم تحميله يطلب منا مشاركة الموقع الجغرافي، مع العلم أنه لا نحتاج إلى الموقع الجغرافي خلال مشاركتنا أو اعتمادنا على هذا التطبيق. نتساءل هنا، هل وضعت سيد أيمن هذه التطبيقات لتعقبنا؟ هي منا تعقب قد ما التطبيقات هيدي سر نجاحها هو المعلومات اللي عندها إياها. يعني طريقة معينة ليقدروا يطلعوا مردود مالي هو يكون عنده معلومات أكثر عنك أنت، عن الفئة العمرية المكان اللي أنت فيه. ففي تطبيقات معينة يلي أنا ما برتاح لها كثير بتطلب إنه بدهم يعرفوا الموقع حتى لو ما أنت ما عم تستعمل التطبيق. طب ليش؟ طب أنا موجود هلا هون عم بعطي هيدي الانترفيو على التي في، ما عم بستعمل التطبيق، ما في ضرورة هالموقع يعني الموقع الجغرافي بهاللحظة يكون موجود مع هيدا التطبيق. فهون هالتطبيقات لما تطلب هيدي المعلومات بيقدروا بلحظة معينة يعرفوا المستخدمين بأي مناطق عايشين، قديش هم يقضوا وقت، لا يحسنوا البرنامج المعين. بس في طرق غير لحتى هالمعلومات تكون موجودة عندها. والناس بدها تنتبه لما ينزلوا التطبيق بيسألون، فنحن عادة نحن دغري موافق، بس ناخذ دقيقة نقرأ هالموضوع قبل ما نقول موافق. هنا ضرورة التوعية. شكرا جزيلا لك الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني على كل هذه التفاصيل، وكنت معنا من بيروت.